بس كلام. نحن مقبلون على 10 أيام مباركة، وهو شهر من أشهر الله الحرم التي قال الله عز وجل فيها في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وكذلك كما قال نبينا صلوات ربي سلامه عليه حين قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جماد الآخر وشعبان. فهذه هي الأشهر الحرم التي فيها كرامات وإفضال من الله سبحانه وتعالى، يمتن الله، عظم الله أمرها، حرم فيها القتال، حرم فيها أن تسفك الدماء لغير لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت قريش قبل الإسلام تعظم هذه الأيام، تعظم هذه الأشهر، إلا أن بعض القبائل كانوا ينتهكون هذه الأيام بأن يحلوها عاما ويحرموها عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه: إنما النسيء زيادة في الإثم يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فكانت قبيلة من قبائل لقريش إن أرادت أن تغزو قبيلة أحلت القتال في هذه الأشهر الحرم، وإن أراد آخر أن يغزوها حرمت القتال فيه. لذلك هم كانوا يحلونها عاما ويحرمونها عاما. لذلك نحن نتوجه بالنداء وبالدعاء وبالتضرع لله سبحانه وتعالى أن يحقن الله دماء المسلمين. ليست هناك حرب الآن بين مسلم وغير مسلم إلا في بعض الأماكن التي نسأل الله سبحانه وتعالى النصر للإسلام وأن يعلي شوكة الإسلام وجند الإسلام. لكن إن نظرنا في أحوال بعض بلداننا نجد التقاتل بين مسلم ومسلم، بين موحد وموحد، ليس لدافع إسلامي شرعي لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج بمعنى كلام صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية أو عمية يدعو لجاهلية ويقتل العصبية فمات فميتته جاهلية. مش بس كلامه.